السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب المرحلة الرابعة كلية طب الأسنان. محاضرتنا لهذا اليوم في الأورال باثولوجي I will speak about biopsy and dental caries. راح نتحدث عن البيوبسي والدنتال كاريز. An introduction pathology science for studying disease and its etiology. الباثولوجي شنو؟ هو العلم اللي احنا ندرس به الأمراض وندرس الايتيولوجي مالتها، يعني الايتيولوجي شنو اسبابها، شنو منين اجت، شنو العوامل اللي ادت الى هذا الباثولوجي. الديزيز بصوره عامه، الديزيز شنو؟ any deviation in the structure or function of any part of the body، اي خلل عندنا باي عضو من اعضاء الجسم هو يعتبر ديزيز، وهذا الديزيز يقسم الى اقسام كثيره. ها مجتبى شنو عندك؟ مجتبى رفعت ايدك، شو تريد؟ طلاب اعزاء الصوره يمكم واصله؟ طلاب اعزاء اكو صوره يمكم؟ الصوت واضح؟ مو احنا خلي يكمل العدد، يعني احنا ملتزمين بوقت وجدول أعزائي الطلاب. مو مشكلة، لأن عندنا وقت هسه هواي، راح نعطيكم يعني نعطيكم 5 دقائق هيجي بين ما يكمل العدد وأبدي. طلاب يعني هسه عن موعد المحاضرة يعني مضت أكثر من 10 دقائق. يلا ماشي طلاب 5 دقائق و ان شاء الله. الحضور بعد هسه انتظروا.
أعزائي الطلبة راح نبدأ بالمحاضرة يعني ما نقدر نظل ننتظر أكثر. طلاب شنو؟ أي أحمد هسه خلينا نشوف أحمد شنو عنده. اي عيني طلاب راح نبدي بالمحاضرة شنو عندكم؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم بالأورال باثولوجي، أعزائي طلاب المرحلة الرابعة، راح نتحدث عن البايوبسي اند دنتال كاريز. Pathology is the science for studying disease and its etiology. مثل ما قلنا قبل شوي الباثولوجي هو العلم اللي يدرس الأمراض ومسبباتها. هذا علم واسع وعلم يعني بي برانشات هواي من ضمنها الأورال باثولوجي. Disease شنو الديزيز؟ Any deviation in the structure or function of any part of the body. الديزيز هو أي اعتلال أي خلل بأي جزء من أجزاء الجسم أو وظيفته هو هذا الديزيز. وهذا الديزيز يقسم ممكن developmental ممكن inherited ممكن infectional بسبب التهاب بسبب خلل بالتكوين بسبب خلل وراثي. هذا هو الديزيز. Oral and maxillofacial pathology شنو الأورال باثولوجي اللي هو هذا البرانش اللي انتم قاعد تدرسوه اللي هو تابع لطب الأسنان. Is the specialty of dentistry هو تخصص بالأسنان. And the discipline of pathology that addresses the nature, identification and management of diseases affecting the oral and maxillofacial regions. هو هذا البرانش من الدنتستري أو فرع الباثولوجي اللي يشخص واللي يحدد واللي يدرس واللي يتعامل مع ناحية المانجمنت و يعني كيف نتعامل مع هذا الديزيز كيف نشخصه كيف نعالجه. فهو هذا الأورال أند ماكسيلوفيشال باثولوجي. طبعا هو يكون بالماكسيلوفيشال ريجنز يعني بهاي المنطقة المحددة بالماكسيلوفيشال يعني الهيد والنيك. The principle of diagnosis. هنا principle of diagnosis يعني كيف احنا نسوي يعني investigation وdiagnosis. اكو principle اكو فد approach اكو فد آلية معينة حتى احنا نسوي diagnosis. يعني من يجيكم مريض هذا عنده فد مرض معين كيف نتعامل وياه؟ هيجي نجي احنا وبكيفنا؟ لا، اكو آلية معينة اكو بروسيجر نمشي عليه. اول شيء ناخذ a detailed history، تاخذ منه history كامل، شنو اسمه، سكنه وين، العمر مالته، اذا عنده اي خلل وراثي من ناحيه عائلته. فتاخذ منه تاريخ امراض المصاب بها سابقا شنو، اذا عنده operations مسوي عمليات عنده شيء أي شيء. فأنت تأخذ detailed history تاريخ كامل عنه. كل معلومة تحصلها هي ممكن تكون يعني دليل إلى أنه هذا تشخيص هذا المرض أو الاعتلال اللي عنده. فالdetailed history فالشيء جدا مهم. بعد مرحلة detailed history من أخذ التاريخ كامل عنه راح نجي للclinical examination يعني التشخيص السريري. راح انت تبدي من بعد ما سألته شنو اسمك شقد عمرك هم مصاب بأمراض سابقا هاي أخذت هيستوري كامل عنه. راح نبدي المرحلة الكلينيكال اكزامينيشن. راح احنا نفحصه بالانسبكشن والبيركشن. طلاب اعزائي اكو اشياء انا ممكن اشرحها واعطيكم اياها معلومات ما موجودة بالمحاضرة ما مطالبين بيها. هسه نترك مو شرط بالباوربوينت، ممكن اشياء موجوده بالمحاضره مالتكم البي دي اف اللي راح انزل لكم اياها ما مذكوره بالباوربوينت هاي مطالبين بها.
لكن إذا شيء أنا أشرحه ما مذكور لا بالباوربوينت هذا اللي عندكم ولا بمحاضرتكم ما مطالبين به، فقط لغرض نشرح المعلومات العامة والاسترسال بالكلام. فالكلينيكال اكزامينيشن راح يشمل الاكسترا اورال والانترا اورال. راح نشخص منطقة الاكسترا اورال، نباوع للهيد والنيك، إذا عنده لنف نود صار بيها سوالينج انفولمنت، إذا عنده اني انجري بمنطقة معينة. في المنطقة الخارج الاورال كافيتي نشخصها ونشوفها. بعدين ننتقل لمرحلة الانترا اورال، نشخص الانترا اورال نشوف شنو الابيرنس والكونسستنسي للابيثيليوم، الابيثيليوم شلون صاير، شنو عنده اني سوالينج، عنده اني ألسريشن، هل عنده موجود تقرحات، عنده موجود سوالينج، فنشخص الانترا اورال. بعد هاي المرحلة من الكلينيكال اكزامينيشن راح ننتقل الى الخطوة الثالثة اللي هي شنية السبيشال انفستيجيشنز، يعني تحريات خاصة، عمليات خاصة نسويها. شنية ايش تشمل هاي سبيشال انفستيجيشنز؟ راديوغرافي اور اذر ايميجينج تكنيكس. بعض السوالينج اللي تصير بالبون او يعني ما نقدر احنا مو بالسوفت تشو، فاحنا شلون نقدر نشوف هذا شنو اللي موجود داخل البون؟ يعني كل سوالينج موجود بالبون لازم نسوي له اكسبلوريشن سيرجري، يعني نروح نفتحه ونباوع وناخذ منه؟ لا، اول مرحله شنو هو؟ راديوغرافي، ناخذ له اكس راي اشعه. ناخذ له اكس راي راح تطلع عندنا ممكن نحصل ديتيلز نستنتج من عندها شنو هذا السبب الموجود. اند اذر ايميجينج تكنيكس السي تي سكان وغيرها. بعد مرحله الراديوغرافي شنو اللي عندنا؟ البايوبسي اور هيستوباثولوجي. البايوبسي اور هيستوباثولوجي شنو معناه؟ انكلودينج طبعا هنا هاي تكنيكس بالبايوبسي. البايوبسي هي شنو؟ ناخذ احنا سيرجيكال ريموفال اوف بارت، هسه راح يجينا من التشون سوي له دايجنوستس بهاي التقنيات. شنو هاي؟ انكلودينج اميونوفلورسنس، يعني هذا الاميونوفلورسنس يستهدفون اجزاء معينه باستعمال الاميونيتي، يعني انتيبادي بها فد داي معينه. هي بروسيجر احنا مو شرط نعرفها كلها، بس هاي فد صوره عنها. هاي تستهدف مناطق معينه بعدين تحت الالترا فيوليت راح تكون فلورسنس، تكون مضاءه. وطلاب اعزائي هسه شوفوا عندي يعني 46 واحد يرفعون ايدهم، اذا نبقى هيك ما اقدر اني اجاوبكم، فانا اريد اكمل المحاضره فتعذروني، يعني ما راح اقدر ارفع يعني هاي ايديكم اجاوبها كلها. الاميونوسايتوكيمستري هذا بعد برانش اخر، انه بعض الحالات يعني كل حاله معينه خاصه لها الاميونيتي، يعني الدايجنوسيس الانتيبوديز تستهدفه ونستعمل هو هذا السايتوكيمستري العلم المناعي الخلوي، ويعني في البرانش هاي صوره عنه. الالكترون مايكروسكوبي، الالكترون مولكيولر بايولوجي بايولوجيكال تيست، ذا النهايه مجموعه من اللي تابعه للهيستوباثولوجي. سبيسيمن فور مايكروبيال كلتشر، ناخذ مسحه من بعض الاماكن حتى نعرف شنو هاي البكتيريا اللي موجوده هنا، شنو هاي نوعها، شنو حتى نعطيها سبيسيفيك تريتمنت، مو نعطيها جنرال تريتمنت يعالج الكل. هيماتولوجيكال اور بايوكيميكال تيست، تحاليل هاي اللي انتم سامعين بيها، مثلا تحاليل البلاد، تحاليل الدم اللي موجوده، او بعض الايونز اللي موجوده بالبلاد، بعض المواد هاي لها دلالات. يعني مثلا من يصير عندنا بالبون ديجنريشن اكو بعض المواد تزيد بالبلاد، بعض الاشياء لها علاقه بالميتابوليك بون، فراح نعرفها يا هي الماده اللي زادت وكذا فنستنتج من عندها. هذا الهيماتولوجيكال اور بايوكيميكال تيست. بايوبسي is the term used to describe the process of surgery removing tissue
from the patient or histopathologic examination. يعني شنو هي البايوبسي؟ البايوبسي باختصار طلاب تصير البايوبسي باختصار انه احنا ناخذ جزء من المنطقة اللي احنا نريد نسوي لها دايجنوسيس تشخيص، وهذا الجزء طبعا هو ممكن جزء او ممكن كل حسب نوع البايوبسي اللي راح ناخذها، وحتى نسوي لها هيستوباثولوجيك اكزامينيشن، نسوي لها تشخيص، نسوي لها تحديد انه شنو هاي الموجود. Indication of biopsy. ليش احنا ناخذ بايوبسي؟ شنو السبب اللي يخلي يعني اكو مريض يجي نقول له انت لازم ناخذ لك بايوبسي، لازم ناخذ لك هاي الخزعه او يسموها هي هاي الجراح. ليش؟ ليش هذا البيشنت ناخذ له بايوبسي؟ ليش اكو غيره ما ناخذ له؟ فشنو هي الانديكيشن الحالات اللي احنا تستوجب انه ناخذ البايوبسي؟ Any lesion suspected to be neoplastic and ulcer or lesion white patches prolonged more than 3 weeks. أي ليجن يجي، أي الليجن طلاب هو فد يعني جزء نامي موجود بهاي المنطقة، فإحنا نشك به suspected أنه يكون نيوبلاستيك، أنه يكون هذا فتشي ورم تورم، يعني صاير خلل بالخلايا وزاد عددها عن الحد المطلوب، تمام؟ فاحنا هذا يعتبر نيوبلاستيك. بعدين شنو؟ او ألسر موجوده تقرح بهاي المنطقه يستمر الى اكثر من 3 ويكس 3 اسابيع، فهذا يعتبر انديكيتد المن للبايوبسي. اني تيشو سيرجيكالي ريموفد، يعني بعض الديزيزز صار سيرجيكال ريموف، شلنا جزء من التيشو، فاحنا هذا من شلنا جزء من التيشو لازم نوديه للمختبر حتى نشوف شنو هذا. يعني احنا ليش شلناه بالاصل؟ لان احنا شكينا به، شكينا به انه هذا بديزيز، فد خلل موجود. زين احنا بعد شلناه بهاي المرحله شلناه، اذا لازم نوديه للمختبر، فهذا يعتبر يعني احد الانديكيشن للبايوبسي. Any intraosseous lesion cannot be diagnosed in radiograph. قبل شوية قلنا بعض الديزيز اللي يجينا بالبون ما نقدر نشوفه ونسوي له، يعني ما نقدر نسوي له بيركشن ونشوفه ونشخصه. فبهذه الحالة انه شنو احنا نحتاج؟ نحتاج ناخذ اكس راي راديوغراف. ف كل هذا الانترا اوسيوس ليجن اللي يجينا كانوت بي دايجنوس ان راديوغراف، فهو ما قدرنا احنا نشخصه، ما قدرنا نشخصه باستعمال الاكس راي. يعني اخذنا له اكس راي بس ما عرفنا انه هذا شنو اللي بي، ما طلع لنا بصوره واضحه. فبهيك حاله شو نسوي لهذا الديزيز؟ شلون راح نعالجه؟ يعني ممكن انه علاجه يستوجب كيموثيرابي، علاج كيميائي، او راديوثيرابي، علاج بالاشعاع. فاحنا شلون نعطي اشعاع ونعطي واحنا بعد ما مشخصين، واحنا اخذنا له اكس راي او اذر ايميجينج تكنيك بس ما وصلنا النتيجه. فبهيك حاله احنا ناخذ بايوبسي حتى نعرف بالضبط شنو هذا الموجود. types of biopsy، انواع البايوبسي. excisional biopsy يعني هو استئصالي. هو شنو هذا الاكزيشنال؟ يعني هو يعتبر علاج وبايوبسي بنفس الوقت. as a therapeutic and diagnostic procedure، هو علاج وتشخيص بنفس الوقت. performed when the lesion is no larger than 1 centimeter، يعني اذا عندنا lesion مو اكثر من 1 سنتيمتر، فهذا الليجن شنو نسوي له؟ ما ناخذ جزء منه ونسوي له بايوبسي
وبعدين نعرف شنو اللي بيه ونرجع للجزء الثاني نعالجه. لا، هو نشيله كله كامل. من نشيله كله كامل يعني الكلين بوردر، داير ما داير ناخذ يعني حواف كلين كاملة، وشنو ندزه للبايوبسي. فبنفس الوقت احنا عالجناه شلناه وبنفس الوقت دزيناه لللاب، فراح نعرف شنو هذا اللي بي اللي موجود. فهو بهيك حاله انه يكون no larger than 1 centimeter or so in diameter. And when its removal doesn't necessitate a major surgical procedure. شنو يعني معناها؟ معناها احنا حتى نشيل هذا الليجن ما نحتاج فد عملية معقدة وعملية، يعني هو عملية بسيطة، يعني مو صاير underlying tissue أو منطقة حساسة، منطقة يعني صاير مثلاً included nerves أو فد شيء، لا. إذا هيك يحتاج لفد major surgical procedure، لا، ناخذ جزء منه حتى يصير عندنا موازنة بين أنه نعرف شنو هذا ويلا بعدين نبلش بهاي الميجر سيرجيكال بروسيجر. الانسيجنال بايوبسي هو هذا البايوبسي الاعتيادي اللي هو مو كامل، يعني ناخذ جزء من عنده. Is indicated if the lesion is too large، إذا الليجن كلش كبير، for an excisional procedure، العملية الاكسيشنال. While punch biopsy are a type of incisional biopsy that may use a surface oral lesion. طبعا هذا البانش بايوبسيز يعني شلون يشبه النيدل، بس هو مو الفاين نيدل اسبيريشن، لا، يعني هو تخيلوا يشبه يعني ما نستعمل البليد وهاي، لا، مثل النيدل وتخترق البايوبسي وتاخذ جزء من عنده. هو يعتبر جزء من الانسيشنال بايوبسي، يعني مو فاين نيدل. فاين نيدل اسبيريشن يعني هاي عندنا 21 جيج اور 23 جيج، يعني هاي الحجم مالته، انسيرتد انتو ا تيشو اور سسبكتد ليجن تو اكزام ذا اسبيريشن اف اتس باس اور كلير فلويد اور كيراتين اور بلاد اور اير. طلاب يجينا سوالينج، فالتورم موجود بمنطقة معينة، زيادة تورم ليجن، ما يعني ما بي سيرفس ألسر، ماكو سيرفس ألسر، ماكو معالم واضحة، هو صاير للديب اريا أو صاير ضمن بون. فإحنا نريد ناخذ يعني شكينا بي بالكونسستنسي مالت، القوام مالت اللي موجود، نريد نعرف شنو الموجود داخل هاي السيست، يعني فد شيء فراغ مملوء بفلويد سائل، أريد نشوف شنو هاي بداخلها موجود. فباستعمال أبرة سيرنج تكون الجيج مالتها 21 أو 23 بهالحدود، يعني الجيج عالي، فندخله بهذه السوالنج بهذا التورم ونسحب، راح نشوف شنو هذا مملوء بشنو، مملوء بباس، إحنا المتعارف عليه يسموه بي جراحة موجود، أنه هاي الدبرز مال الوايت بلاد سيلز والسيل والديد سيل دبرز، يعني هاي مكونات الخلايا الميتة وهاي نتيجة الالتهاب، فراح نعرف انه هذا موجود التهاب. بي كلير فلويد نتيجة فد افرازات معينة من الخلايا المكونة لهاي السيست قاعد تفرز بهذا الفراغ. بي كيراتين راح نعرف انه هاي يعطينا استنتاج معين راح ناخذه بالمحاضرات اللي تجي. اور بي بلاد انه هذا ممتلئ بالبلاد، يعني معناته فد شيء، وهكذا. فهذا الفاين نيدل اسبيريشن مو بس احنا راح نشوف شنو اللي بيه، ايضا هاي المكونات اللي راح ناخذها راح نقدر نسوي لها دايجنوسيس ونشوف شنو مكوناتها بالضبط، فهو هذا الفاين نيدل اسبيريشن. راح هاي انتهت موضوع البايوبسي، راح نبدي بموضوع الدنتال كاريز، وطبعا هو من المحاضرات المهمه عندكم. The dental caries is a progressive bacterial disease of the hard structure of the teeth, characterized by decalcification of the inorganic substance and destruction of the organic substance of the tooth to form a cavity. The dental caries, هذا disease, هو عملية مستمرة، عملية متواصلة، عملية متقدمة، تتقدم يوم بعد يوم.
وهو سببه شنو؟ بكتيريال ديزيز، يعني لولا وجود هاي البكتيريا ما صار عندنا دنتال كاريز. وين يحدث هذا الدنتال؟ طبعا بالهارد ستراكشر، مثل ما تعرفون الهارد ستراكشر اوف ذا توث، هو التوث ايش قد بي فور، يعني فور تايب اوف تيشو، هي الانامول والدنتين والسمنتوم والبالب. فعدا البالب البقيه هي هارد ستراكشرز، فكلهم دول الهارد ستراكشرز يصير بيهم دنتال كاريز، سواء انامول دنتين او سمنتوم. شنو هذا المميز له؟ طبعا اول شيء يصير ديكالسيفيكيشن للهارد تيشو، يعني مثلا الانامول هي هارد تيشو، البكتيريا راح تسوي لها ديكالسيفيكيشن، يعني تسحب المعادن من عندها، او الدنتين تسوي لها ديكالسيفيكيشن تسحب المعادن من عنده. من تسحب المعادن من عنده ايش راح يبقى؟ طبعا هي المعادن شنو ايش تعتبر؟ يا بارت ان اورجانيك بارت اور سبستانس، راح يبقى عندنا الاورجانيك سبستانس، المواد العضويه، فراح تسوي لها ديستركشن، يعني هي البروتينات وش اسمها تحطمها، تستعملها، تهضمها وكذا، وهكذا ينتج عندنا الكافيتي. يعني احنا المتعارف عليها هي هاي تسوي يعني الحشوه اللي تشتغلوها، تشيلون الكافيتي وتخلون الفولينج. عندنا بكتيريال كوزز از دنتال كاريز، هذا الاوردينري المتعارف عليه، والنون بكتيريال كوزز راح ننطي صوره عنه، هاي الاشياء اللي تصير عندنا، الاتريشن والابريشن والاروجن. طبعا قبل ما نجي احنا هنا، قلنا البكتيريال هي يعني البكتيريال ديزيز هو يعتبر طلاب، حتى اذا نيتش الميكانيكال الاروجين والابريجين والاتريشن من يصير، انه هسه راح نشرح لكم اياها، ايضا راح يفسح المجال للبكتيريا انه تسوي دنتال كاريز. يعني ديتش عوامل يعني تساعد، انه راح تساعد عمليه الدنتال كاريز اللي هو يتم بواسطه البكتيريا. ميكانيكال كاوزز، شنو هاي الاسباب الميكانيكيه اللي تؤدي الى انه يتكون عندنا الكاريز؟ ابريشن particularly at the gingival third by over vigorous brushing. يجي شخص يفرج أسنانه بصورة كلش قوية وبصورة خاطئة، فيصير بالجنجايفل ثيرد، هذا الجزء الثيرد من الأسنان اللي يصير قريب على الجنجيفة، يصير تآكل أبريشن. قبل ما أشرح ذني نكمل، هذا شوفوا طلاب أعزائي، هذا الأبريشن، هذا هنا يفرج أسنانه بصورة خاطئة ويسلط عليها يعني قوة وضغط مستمرة بهاي المنطقة، فتتآكل هاي الطبقة، تتآكل بسبب هاي الفرشة المو صحيحة والتفريج المو صحيح والطريقة المو صحيحة، فيتكون عندنا هذا الأبريشن، هذا التآكل. شوفوا الأترشن، الأترشن منين يجي؟ By the action of opposing teeth، بسبب أنه الأسنان المتقابلة بيناتهم من يصير عندنا أكلوجن، هذا الأكلوجن راح يسلط قوة على الأسنان، وبسبب استعمال هاي القوة الخاطئة يعني من بالماستيكيشن أو فد هابت معينة، فد عادة عنده معينة خاطئة، فبسبب هذا الأكشن راح تتآكل هاي الأسنان الأكلودينج بارت سيرفس، هاي الجزء من السيرفس اللي قاعد يصير تلامس مع بعضها، فهاي راح تتآكل. A small amount of attrition occurs with age. طبعا هي هاي عمليه ايضا بروجريسيف، بمرور الوقت هي تزداد، but accelerated wear may occur in bruxism. البروكسيزم اللي عنده يعني فتهابت معينه، حاله معينه انه يعض على اسنانه، خصوصا باثناء النوم، مثلا من هو نايم بالليل يعض عليهم بحيث انت تسمع الصوت مالتهم. مثل ما قلت لكم طلاب، اي معلومه اعطيكم اياها ما موجوده بالمحاضره ما مطالبين بها، لكن للفائده العامه، يعني هذا هو نايم يعض اسنانه حيل ويحركهم يعني باتجاهات، بحيث تسمع صوت الاسنان وهي يصير بها ويرينج، يعني قاعد تستهلك يعني قاعد تحتك بعضها البعض،
فهذا البروكسيزم طبعا يسووا له تريتمنت، يعطوه نايت جارد يسموه يعني حامي الى الاسنان بال يعني باثناء النوم حتى ما يصير عنده بروكسيزم. الكيميكال كوزز، هسه هاي الميكانيكال كوزز طبعا قبل ما نكمل راح نشوف نراويكم الاتريشن، هذا الابريشن، هذا الاتريشن. شوفوا اعزائي طلاب، يعني هاي بسبب هنا الاوكلوجن للاوبوزيت تيث اسنانه بالطبقه العليا اللي فوق، فهو يسوي اوكلوجن دائما يحك بيهم بين هاي الاسنان وبين دي. فشنو المميز هنا؟ تلاحظون انه طبقه كامله من الاسنان متساويه متاكله ما موجوده، كانما مستعملين فتشي وحاكيهم الى ان واصله لهيك مرحله. كيميكال كوزز، اسباب كيميائيه. الاروجن يعني هو يعني الاروجن هسه شلون نترجم لكم اياه؟ مثل فتشي تاكل ايضا، يعني تاكل بواسطه الاسيد. Usually caused by repeated application of acid. يعني شخص متعود ياكل دائما الاسيديك فروت ويعرض الاسنان مباشره لها، خصوصا اذا سوى فد جوسز من عندها، يعني يسوى عصائر مال مواد حمضيه مثلا اللايم وغيره ويعرض اسنانه مباشره لها، او غير اي شيء اي اسيد هو يعرض اسنانه لها، فايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده اروجن يعني تتاكل. هاي طلاب شوفوا هذا الاروجن، شوفوا شلون تاكلت. لو تلاحظون اذا احد هسه بيكم يسال يقول دكتور شلون اميز الاروجن عن الاترشن؟ لو تلاحظون السيرفس هنا الاسنان، شوفوا السيرفس نفسها يعني البوندريز مالتها، هاي البوندريز الكونتاكت، يعني اكو عندكم تشوفون كريست اوف كيرفيتشر، يعني اكو كيرفات موجوده، ما صايره سيرفس، ما صايره سطح كامل. يعني لو احنا نحكها بهاي فتشي ميكانيكال ما نلقى هاي موجوده بهالطريقه، هاي الكيرفد لا، نلقاها سيرفس سطح مثل هاي المنطقه. شوفوا شلون هاي صاير سيرفس سطح، بينما هنا لا باقيه نفس الـ، لان الاروجن بالاترجن ما ممكن يصير اترجن لهاي المنطقه وهاي اللي فوقها ما صاير بيها، لا، لان هذا الاسيد راح يجي لهاي المنطقه يدخل فيسوي اروجن هنا واروجن هنا واروجن هنا واروجن لهاي المنطقه، فهو هذا الاروجن. باثولوجيكال ريزوربشن يعني يصير تاكل بسبب يعني اسباب باثولوجيكال، اسباب مرضيه ناخذها ان شاء الله بالمستقبل اذا صار عندنا مجال. هاي طلاب هي اسباب دنتال كاريز، انه شلون يصير عندنا دنتال كاريز، الايتيولوجي مالته. هسه راح نتحدث، عفوا هسه راح نتحدث عن الايتيولوجي كوزز، راح نتحدث عن الايتيولوجي اوف دنتال كاريز. شنو النظريات اللي يعني تشخص انه كيف يحصل الدنتال كاريز؟ هنا زميلتكم اسماء تقول تبقى الكاسبات بالاروجن. اي الاروجن يعني هسه راح نرجع، اعتقد انا وضحت لكم اياه. طلاب اعزاء هي شغله منطقيه، يعني هاي السيرفس من تسلط عليه اسيد، هذا الاسيد راح يتخلخل ضمن جميع المنطقه الموجوده هنا، يعني ينزل بالجروفز وايضا بنفس الوقت يكون بالكسب تيب، لانه الكسب تيب
منطقة جدا قوية بها الثكنس مال الانامول عالي، بينما هنا تكون الثكنس قليلة وتكون عندنا يعني جروفز البيت والفيشر جروفز، فهذا الأسيد هنا يشتغل أكثر. يعني هنا تقريبا التكستشر مالتها تبقى مكوناتها يعني ما تتأثر، هي أيضا تتأثر بس مو مثل هاي المنطقة. بينما بالأتريشن يعني من نسلط قوة ميكانيكية، القوة الميكانيكية ما ممكن تلوح تجي لهاي المنطقة تسوي اتاتشمنت لها بالجروف والفش، لا راح تسلط على يا منطقة على منطقة الكاسب على الكريست اوف كيرفيتشر اعلى منطقة بها، الان تسوي لها كومبليت ويرينج تاكل كامل لها يلا توصل لهاي المنطقة، فهذا يصير سيرفس كامل مثل هاي منطقة تلاحظون سيرفس سيرفس سطح كامل. راح نجي للايتيولوجي، عندنا الفيرست ثيوري الاسيدوجينيك ثيوري اللي الميلرز ثيوري. شنو هاي الاسيدوجينيك ثيوري؟ هي الموست اكسبتد يعني اكثر وحده مقبوله بيهم، ان سبورتد ثيوري ومدعومه بالادله ومدعومه بالشواهد الموجوده عندنا. شنو هاي الثيوري شو تقول؟ تقول ذا اسيد فورمد فروم ذا فيرمنتيشن اوف دايتري كاربوهيدرايتس by oral bacteria leads to decalcification of tooth substance with subsequent disintegration of organic matrix. يعني هاي البكتيريا الموجودة بالأورال كافيتي شنو هاي تسوي؟ أول شيء تاخذ الكربوهيدرات اللي تعطيها هاي المواد الكربوهيدرات اللي بيها شوغر راح يكون، فتستعمل هاي الدايتري يعني اللي هاي ناكلها إحنا، هاي البكتيريا راح تستعمل هاي الكربوهيدرات ايش تصنع من عندها؟ تصنع من عندها اسيد، فهذا الاسيد بطريقه معينه طبعا اول وتصنع من عندها مواد الاتاتشمنت وكذا، فهاي الاسيد اللي صنعته ايش راح تسوي؟ تسوي دي كالسيفيكيشن اول شيء، يعني تسوي ازاله للمعادن الموجوده بالانامول او موجوده بالدنتين او موجوده بالسمنتوم، لان هاي كلها هارد تشو وتعتبر كالسيفايد تشو، فأول شيء تسوي decalcification إزالة المعادن. بعدين من سوى decalcification وكملت ايش راح تسوي لاحقا؟ disintegration of organic matrix، راح تسوي تحطيم أو راح تدمر الأجزاء المتبقية اللي هي organic matrix، هي هاي الأسيدوجينيك ثيوري، هاي تعتبر هي الموست accepted أكثر وحدة مقبولة بها. طبعا بالنسبه هو هذا يعني العالم وغيره فسووا ايزوليشن المجموعه من المايكرو اورجانيزم اللي موجوده بالاورال كافيتي من ضمنها اللاكتوباسيلاس اسيدوفيلاس وستريبتوكوكس ميوتانس وستريبتوكوكس سانجويس وذن ستريبتوكوكس سليفاريس وغيرهم، هاي عزلوها البكتيريا ودرسوها وبحوث كثيره عليها، فهم ما حد يعني صارت هي هاي الإثبات والشواهد، يعني سووا دراسات كاملة عن هاي البكتيريا. النظرية الثانية البروتيوليتيك ثيوري، شنو هاي البروتيوليتيك؟ This theory suggested شنو تقترح؟ That bacteria could penetrate into enamel through lamellae and enter prismatic substance. إذا تذكرون بالأورال هيستولوجي اللي أخذته تركيب الإنامول، الإنامول أكو بيها small pores يعني ثقوب على السيرفس صايرة بين البريزم اللي موجودة بيها، طبعا هذا البريزم الدايركشن مالته يختلف بالسموث سيرفس عن البيت أند فيشار، يعني بالبيت أند فيشار هسه من راح ناخذ الإنامول كاريز أشرح لكم إياه يختلف الدايركشن عنها، فهاي تدخل البكتيريا من خلال هاي الانتربرزماتيك واللاملي، ومن بعد ما سوت يعني من بعد ما انه البكتيريا اخترقت هاي المنطقه يعني تعتبر هذا اتاك المن للاورجانيك بارت اوف انامول، يعني عكس ذيك النظريه، ذيك النظريه الاسيدوجينيك ايش قالت؟ قالت اول شيء البكتيريا تاخذ الدايتري سبستانس تاخذ المواد الغذائيه
اللي بيها كربوهيدرات تصنع من عندها أسيد وتسوي بيه ديكالسيفيكيشن. هاي أول خطوة. يلا بعدين تسوي ديستركشن إلمن للأورجانيك سبستانس. هنا لا، يقول أول شيء البكتيريا شو تسوي؟ النظرية مالته تقول أول شيء تسوي بنتريت انتو إنامل ثرو لاملي، أول شيء تخترق الإنامل من خلال اللاملي والأنتربرزماتيك سبستانس. طبعا هاي الاختراق البكتيريا لهذا الجزء من ال يعني يعتبر الأورجانيك بارت هذا. فمن سوى الديستركشن يعني هجمت على هذا الأورجانيك بارت وراح يتكون أسيد، يعني هذا الأسيد خلينا نقول هو أيضا يتكون من البكتيريا هو موجود، فهذا الأسيد هو راح شي يسوي الدور، راح يسوي decalcification of an organic part، يعني عكس ذيك النظرية. ذيك النظرية تقول يتكون أسيد الأسيدوجينيك وهو يسوي decalcification، يلا البكتيريا تسوي disintegration. هاي لا، نقول أول شيء هي تسوي penetration، هي تخترق اللاملية والأنتربرزماتيك سبستانس وتسوي destruction للأورجانيك سبستانس، وراح يتكون عندنا أسيد بسبب الدايتري بسبب destruction of organic. وهذا الأسيد المتكون إيش راح يسوي؟ راح يسوي decalcification of tooth surface. النظرية الأخرى البروتيو لايسس شيليشن ثيوري، شنو معناها؟ معناها اكو اورجانيك بارت اوف ذا انامول استو تو بي اتاكت فيرست، يعني نفس البروتيوليتيك ثيوري نفس اللي قبلها. من صار عندنا اورجانيك اتاك شنو اللي بعدها موجود؟ فولود باي شيليشن بروسيس ذات ريموفز كالسيوم فروم انامول اند دنتين وذاوت اسيد. راح يسأل أحد زملائكم أو أي أحد بيكم يقول شنو دكتور فرق هاي البروتيولاتيك ثيوري عن البروتيولايسيس شليشن ثيوري؟ هناش قال بالبروتيولاتيك ثيوري، قال البكتيريا تسوي ديستركشن يعني تخترق الإنامول من خلال اللاملي والأنتربرزماتيك سبستانس، تسوي تحطيم للأورجانيك وبعدين الأسيد اللي يتكون يسوي ديستركشن للإنأورجانيك بارت. هنا لا، هنا من سوى destruction يعني بداية نفس البروتيوليتيك سوى destruction للأورجانيك part of enamel. أكو بعض المواد الأورجانيك شنو هاي قدرة عندها؟ قدرة عندها قدرة تسوي chelation process. شنو يعني chelation؟ يعني تجي مادة أورجانيك ترتبط مع مادة inorganic وتزيلها. يعني البكتيريا من اجت دخلت وسوت ديستركشن للاورجانيك بارت حطمتها، اكو بعض المواد الموجوده ماده عضويه او اي ماده يعني فد اورجانيك سبستانس او ربما عنصر فد اليمنت اني اليمنت، هذا راح شنو يسوي؟ يسوي اتاتش للكالسيوم للفوسفيت للانورجانيك بارت اللي بقن بالانامول، فمن يرتبط بيهم راح يسوي لهم ريموفال، راح يشيلهم من الإنامول والدنتين والسمنتوم. هاي العملية شي يسموها chelation، يعني مو بأسد، هنا قال أسد، هنا قال أول شيء يصير destruction للأورجانيك بارت والدور الجنريتد أسد اللي يتكون راح يسوي لها شنو؟ decalcification. هنا قال لا، destruction of organic part اللي يصير وراها أكو تجي عناصر يعني فد element أورجانيك إليمنت أي شيء أي مركبات، هاي راح ترتبط بالكالسيوم اللي موجود وبالإنورجانيك بارت وتسوي لها تشليشن يعني تشيلها رموفال. هذا هو النظريات الثلاثة. In general, the essential requirement for development of dental caries are حتى يصير عندنا dental caries لازم تتوفر عندنا العوامل الأربعة التالية، إذا غاب من عندهم واحد ما يتكون عندنا dental caries. شنو هاي العوامل؟ البلاك مايكروأورغانيزم، هاي الطبقة البلاك اللي يصير attachment على التوث سيرفيس اللي بيها مايكروأورغانيزمز، بيها colonies of different types of microorganisms، يعني مستعمرات من مختلف أنواع المايكروأورغانيزم.
هاي حتى يصير عندنا دنتال كاريز لازم تتشكل عندنا. فلنفرض لو ان اكو شخص ما تتكون عنده البلاك مايكرو اورجانيزمز، ما يصير عنده كاريز. فهاي اول عامل لازم يتوفر. العامل الثاني susceptible to surface، يعني سطح سن قابل انه يصير عنده كاريز. لنفرض لو عندنا فد مادة معينة نخليها على التوث سيرفيس تخليه ما يصير، يعني غير قابل أنه يصير عنده كاريز، فبهالحالة ما راح يتكون عندنا كاريز حتى لا موجودة بلاك مايكرو أورغانيزم. تجي لهذا السيرفيس اللي هو يكون نون سسبتبل، غير قابل أنه يصير عنده دنتال كاريز، تتحد وياه تحاول فما يفيد. فهذا العامل الثاني أنه توث سيرفيس يكون سسبتبل أنه يكون عنده dental caries. العامل الثالث bacterial substrate، طبعا لازم يكون اكو مكونات مع البكتيريا تكون الكاريز او مكونات تستعملها البكتيريا. يعني هاي البكتيريا اللي موجودة ايش تحتاج؟ تحتاج dietary carbohydrates. لو هاي ما موجودة نهائيا اللي هي تعتبر سبستريت إلها اللي تحتاجها البكتيريا حتى تنتج أسيد وحتى تتكاثر وحتى تكون البلاك، إذا ما موجودة هاي ما راح تقدر البكتيريا، ما راح تشتغل، ما راح يتكون عندنا كاريز. حتى لا هي بكتيريا كانت موجودة ومشكل البلاك مايكرو أورغانيزم، وحتى لا عندنا سسبتابل تو سيرفيس ما راح يتكون عندنا كاريز. العامل الرابع والعامل المنطقي time for process to develop، حتى يتكون عندنا الدنتال كاريز احنا نحتاج تايم. لنفرض انه ما ننطي الوقت الكافي يعني تكونت عندنا بلاك ماكرو اورجانيزم وعندنا سسبتبل توث سيرفيس وعندنا بكتيريال سبستريت، ثلاث عوامل، لكن احنا ما ننطيهم الوقت الكافي حتى يصير عندهم، حتى يشتغلون دول العوامل كلهم، حتى يشتغلون، حتى هذا يعني ما موجود تايم لهم كافي، فما راح يفيد لا وجود البلاك مايكرو اورجانيزم ولا وجود السسبتبل تو سيرفيس ولا وجود السبستريت، لان ماكو وقت لازم لهم يكفي. لان مثل ما قلنا اذا ذكرون بالبدايه قلنا هو بروجريسيف بروسيجر، عمليه تحتاج لها وقت ومستمره. الايتيولوجيكال فاريابلز، اختلافات تصير يعني بين شخص وآخر، بين حالة وأخرى. راح تسمعون هواي أشخاص يجوكم يقولوا لكم إن شاء الله بالمستقبل دكتور إحنا نفرج أسناننا ولكن يصير عندنا كاريز، وهذا أكو شخص أعرفه نهائي ما يفرج أسنانه وما يعتني بهم لكن ما يصير عنده كاريز. طبعا أكو عوامل كثيرة هي أنه تعطينا هذا الشيء. لا ايتيولوجيكال فاكتور، طبعاً هي الفاكتورز influencing سايت attack اللي هي تتحكم بهذا السايت attack and rates of progression in dental caries. هي مثل ما قلنا dental caries هو عملية progressive، عملية مستمرة، فأكو عوامل تأثر على المنطقة اللي يصير بها attack وتأثر على الريت مالتها، يعني rate of attack. هاي الفاكتورز طبعاً هي تكون عندنا الفاكتور الانترنسيك مثل ما هسه اشرح لكم اياها، والفاكتورز الاكسترنسيك تو ذا توث. الفاكتور الانترنسيك تو ذا توث هي شنو؟ هي الانامول كومبوزيشن اول وحده، ثاني واحدة الإنامل ستركتشر، ثلاثة الإنامل مورفولوجي، والتوث بوزيشن. يعني احنا عندنا موجودة يعني inverse relationship between الإنامل solubility and إنامل fluoride concentration. يعني طلاب الكمبوزيشن المكون مع الإنامل عندنا فلورايد، انتم سامعين أكيد معجون بي فلورايد، topical application of fluoride، fluoridation of water، يطو مراحل تكوين التوث ديفلوبمنت يطو فلورايد بالووتر. هذا الفلورايد وجود الكونستريشن المناسب له
راح ينطينا انامول كومبوزيشن مالتها فيري جود، فهاي شو تكون؟ تكون ريسيستنت للكاريز، تكون مقاومه جدا للكاريز. فعدم وجود الفلورايد او نسبه غير كافيه خلل بيها راح يكون هذا التوث مور سسبتبل دان كاريز. فلما اكو اثنين موجودين individuals، واحد يصير عنده كاريز واحد ما يصير عنده رغم انه هذا معتني باسنانه، فممكن احد العوامل يكون هو الانامول كومبوزيشن، تكون يعني المكونات الانامول. العامل الثاني الانامول ستراكشر، هو شنو عندنا؟ الديفلوبمنتال انامول هايبوبلاجيا، ممكن يكون بالتكوين مع الانامول يصير بها هايبوبلاجيا هايبوبلاستيك انامول، اور هايبومينراليزيشن يعني معادنها تكون قليله، increases the rate of progression but not the initiation of caries. Firstly يعني حتى يتكون عندنا الكاريز موجودة العوامل اللي عدة ذكرناها سابقا، ولكن من تتوفر العوامل وينشأ عندنا الكاريز راح نشوف بعض الانديفيدوال الانيمال مالته يعني يكون more susceptible than بسبب الانيمال structure وليس الكومبوزيشن، يعني تشكيلها. يعني ممكن تلقى الفلورايد نفسه موجود عند هذا الشخص كإنأورجانيك كومبوزيشن، كمكونات لا عضوية نفسها، ولكن تكوينها يعني هيئتها تختلف بسبب أنه هايبوبلاجيا بيها، يعني خلل بالتكوين حتى وإن كانت المعادن نفسها لكن خلل بالتكوين موجود بيها، فهي تكون مور سسبتبل. التوث مورفولوجي، التوث مورفولوجي جدا مهم ويأثر على يعتبر من الانترنسيك فاكتور. فإذا عندنا موجودة بيتس وفيشرز راح تكون هاي مناطق فيفر للريتينشن بالنسبة للبلاك والفود، فأكو شخص عنده بيت أند فيشر تكون نارو وتكون ديب، وأكو شخص لا ما عنده تكون شالو يعني ضحلة ما عنده ديب أند فيشر ديب بأسنانه، فهذا البيت أند فيشر من يعني يصير attachment وصير retention تحتفظ بشنو؟ بالفودز والبكتيريا، فتكون good source for attack للدنتال كاريز، راح تكون منطقة جدا يعني مفضلة للدنتال كاريز. التوث position يعني إذا عندنا male posed tooth يعني السن مكانه غير صحيح، فراح يصير تكون retention area لل accumulation of food والبلاك فورميشن بسبب يعني خلل بالالاينمنت مال الاسنان مالته، يعني صاير عنده سن روتيت اور انكلايند مايل، فبسبب السن اللي يمه راح تتكون منطقه لتجمع الاكل وتجمع البلاك وتنظيفه يكون صعب، فهذا يعني يكون أحد العوامل ليش قاعد يصير كاريز بهالمنطقة، فقاعد يمنع عملية السيلف كلينسينج أريا اللي درستوها يعني بالدنتال أناتومي من أخذتوا الكيناين مثلا قلتوا ليش كاريز يصير بيه قليل، لأنه يعتبر سيلف كلينسينج توث، هو ينظف نفسه بنفسه بسبب الأكل، فبعملية الأكل ما يتجمع عليه على السيرفيس مالته ما يتجمع فود. فلو هذا صار بي male position مال صار بي rotation ويا السن اليمة، فصارت منطقة معينة بصفهم قطت good retention accumulation of food، بهالحالة راح يتغير الكينين ويصير عنده شنو؟ يصير عنده caries. factors extrinsic to the tooth العوامل مالها علاقة بالسن، عوامل خارج السن. السلايفة ليش مهمة؟ لأن إذا زاد عندنا الـ increase fluoride هذا يعتبر شغلة مهمة، increase الـ buffering capacity، شنو يعني الـ buffering capacity؟ يعني قابليتها للمعادلة لمعادلة الحوامض، فالبكتيريا حتى تسوي caries راح تسوي acid. إذا الـ saliva fluoride مالتها عالي عند salivation عالية فيسوي dilution لهذا الأسيد، يعني يخفف الأسيد ما يخلي أسيد عالي. إذا هو يعني عنده dry mouth الفم مالته dryness عنده
ما عنده فلورايت عاليه للسلايفا. فبهالحاله الاسيد اللي راح يتكون يكون مركز جدا وما يصير بي واشنج اوت، ما راح ينغسل ويتوخر عن السن ولا يصير بي ديليوشن. فبهالحاله زياده الفلورايت والبافرين كاباسيتي مهمه. Availability of calcium and phosphate ions for mineralization. عملية الكاريز هو قلنا يصير demineralization، إزالة المعادن. فلما عندنا موجود معادن موجودة ايون بالسلايفة راح يصير remineralization، يعني سطح السن من فقد بعض المعادن بسبب البكتيريا أو بسبب الأسيد، وجود هاي المعادن موجودة بال وجود هاي المعادن موجودة بالسلايفة راح يصير remineralization، يعني راح ترجع هاي المعادن من جديد للسن. وهاي العملية مال الكاريز تقل. طلاب انتو قاعد ترفعون ايدكم، خلي نكمل ونشوف اسئلتكم رجاء. فمثل ما قلنا وجود الايونز كالسيوم والفوسفيت راح يسوي ريمينراليزيشن لهاي المناطق اللي البكتيريا سوت لها دي مينراليزيشن، فيأخر الكاريز او يمنعه يتغير. تمام اوكي زين اوكي اوكي فهمتكم تمام. العامل الثاني الفاكتورز الثاني الفاكتور الثاني من ضمن الفاكتورز اللي هي الاكسترينسك الخارجي عن ما لها علاقه بالسن هي الدايت. لكن the presence of phosphates may reduce the incidence of caries. وجود هذا الفوسفيت بالاكل حسب بعض البحوث والهاي ربما راح يقلل، طبعا الى استثني عوامل اخرى راح يقلل حدوث الكاريز. Increasing proportion of fat in the diet ايش راح يسوي؟ reduces the cariogenic effect of sugar. مثل ما قلنا السكر هو الدايتري كاربوهيدراتس اللي هو تعتبر بكتيريال سبستريت، تاخذها البكتيريا تصنع من عندها اسيد، تسوي لها فيرمنتيشن وتصنع منها اسيد. فوجود الفات راح يعني يقلل reduces يعني هذا الشيء. يعني هم لقوا بعض البحوث انه تتعارض يعني بسبب ربما سبب physical، يعني يصير physical interference between الفات والشجر، يعني تعارض فيزيائي يرتبط به او يحيط به او يعني ما يخلي البكتيريا براحتها تتعامل ويا الشجر. فهاي وجدت البحوث. الاميونيتي اذا شخص عنده مناعه قويه لهاي البكتيريا، فبالتالي هاي البكتيريا ما راح تكون براحتها وتكون اعدادها كثيره وتكون نوعياتها قويه، ما تكون فيرولنت شرسه كلش بهاي المنطقه لا. فالمناعه مالته الاميونيتي راح تحارب هاي البكتيريا، ما تخليها براحتها تسبب اسيد وتسبب كاريز. فاذا تكون المناعه مالته مضبوطه وراح الكاريز يقل. فهاي السلايفا والدايت والاميونيتي هي تعتبر الفاكتورز الاكسترينسيك فاكتور، يعني ما لها علاقه بالسن، خارج السن. راح نجي لموضوع اخر مهم هو الكلينيكال كلاسيفيكيشن اوف دنتال كاريز. شلون نصنف الدنتال كاريز كلينيكالي؟ شنو كلينيكالي؟ كلينيكالي طلاب يعني بيشنت يجيكم يقعد على الكرسي تشير، جيت انت جبت المرار والبروب وتسوي دايجنوسيس، فانت قاعد تسوي انسبكشن للكاريز، قاعد تفحص هاي الكاريز، تريد تسوي لها كلاسيفيكيشن، تريد تصنفها. فانت راح تصنفها كلينيكالي يعني الى جروبات، هذا جروب
هيك مميزاته، هذا جروب ثاني هيك مميزاته، فراح نجي according to site of attack، حسب موقع الاتاك. It is classified as follow، يعني حسب مكان اللي قاعد يصير به كاريز، حسب مكان اللي قاعد يبدي به الكاريز، شنو ممكن أصنفها هذا التصنيف الكلينيكالي؟ A according to site of attack، حسب موقع الكاريز مثل ما قلنا. عندنا بيت and فيشر كاريز، هذا أول واحد. ثاني واحد السموث سيرفيس كاريز. الثالث السيمنتال أور روت كاريز. الرابع شنو هو الريكيرنت كاريز. يعني طلاب من نجي نسوي جروبينج للكاريز كلينيكالي according to site of attack، حسب مكان اللي قاعد يصير به كاريز، راح نقسمهم إلى هاي الأربع جروبات. يما نلقى بالبيت أند فيشر كاريز، يعني الفيشر والبيت موجودة بالأكلوزال سيرفيس أوف مولارز بري مولار، راح هاي نشوفها على المولار والبري مولارز. هاي أتصور هنا أنا أخلي لكم صور. أي هاي شوفوا طلاب، هاي البيت أند فيشر كاريز، هذا أيضا يعتبر هذا هنا بيت بوكال بيت، هاي موجودة بالمولارز والبري مولارز، هاي بيت أند فيشر كاريز، هذا كلينيكال، يعني هذا أول تصنيف بيت أند فيشر كاريز. طبعا هذا البيت أند فيشر كاريز هو موجود فريكوينت بالأكلوزال سيرفيس مثل ما قلت لكم للبري مولارز والمولارز، وموجود بالبوكال سيرفيس أوف مولارز لأن عندها بوكال بيتس، وطبعا موجود باللينجوال والباليتال بيتس للإنسايزرز، يعني إذا ذكرون بالدنتال أناتومي الإنسايزرز شنو اللي عندها بالباليتال بالنسبة للأبر، باللينجوال بالنسبة للور عندها بيت موجودة، فمن يصير بيت يصير كاريز بهاي المنطقة. شنو صنفه كلينيكالي؟ شنو نقول عنه ضمن يا جروب هذا؟ نقول ضمن البيت أند فيشر كاريز. طبعا بالبداية هذا الكاريز شو راح يكون شكله؟ راح يكون شكله براون أو بلاك ديسكولوريشن مثل ما تشوفون هنا، قاعد تلاحظون انه هذا تشوفون قاعد يصير عندنا يعني براون بالبدايه اور بلاك ديسكلريشن بالفشر موجود هو هذا وبالبيت. وطبعا من نسوي له انسبكتد بالدنتال بروب يعني راح يبين اذا كاريز، يعني اذا الدنتال بروب صار اتاتشمنت بي، يعني من ناخذ الدنتال بروب ونسوي له سكراتشنج لهاي الاريا نحرك هنا، لو نحرك الدنتال بروب هنا يمشي ماكو مشكله، بس لكن من هنا نخليه يصير اتاتشد يتشلب ما يمشي هيجي اتاتش انكرنج بهاي المنطقه، هاي معناه انه سوفتنس جوا موجوده، يعني هاي المنطقه صاير بها سوفتنس البادي اوف كافيتي فصاير كاريز، يعني ما صاير بها ريمينرايزيشن اعاده معادن. لو تمشي ويمشي طبيعي الدنتال بروب ما يخترق هاي المنطقة، لا حتى لا لون بلاك مو مشكلة، هذا صاير بي ريمينرالايزيشن عادة معادن، لكن إذا صار بي اتاتشمنت هنا يعني دخل الدنتال بروب، لا معناها هذا موجود كاريز، يعني إذا صار بي ستيك بهاي المنطقة. طبعا إن سم كاريز بالأكلوزال سيرفيس شنو اللي راح يصير؟ extend laterally into dentine والانامول above it وتكون شكلها chalky white in color. ليش؟ لان الاندر مايند كاريز هذا الموجود هو بسببه، بسبب الاندر مايند كاريز. يعني شنو طلاب هذا الكاريز من بدا هنا بهاي المنطقه، بس انتبهوا رجاء شوي، من بدا بهاي المنطقه ودخل داخل الانامول، من راح تجي طبقه الدنتين راح يمتد الكاريز، يعني يروح لهنا ويروح لهنا ويروح لهنا من الداخل مو منا، من فوق، من فوق بعد ما يحتاج يشتغل، يعني ما يشتغل على هاي المنطقه. فهذا الدنتين اللي موجود الانامول العفو الموجوده هنا الاندر لاينج دنتين، الدنتين اللي جواها هناك وصلها كاريز، فراح يتغير لونها تصير تشولكي وايت، شكلها شلون الطباشير الابيض. فمن تشوفون مثل هاي وهاي تشولكي وايت، يعني الكاريز اللي موجود جوا منتد صاير اكستنشن بالدنتينو انامول جنكشن، لان هي تعتبر ويك اورجانيك ريجن،
يعني من اجت راح اشرح لكم، من اجت البكتيريا قامت تشتغل هنا، هاي انامول قويه جدا، استغرقت وقت وجهد كبير الا سوت بنتريشن، دخلت وراحت لي جوا. من وصلت الدنتينو انامول جنكشن اور الاميلو دنتال جنكشن راح تشتغل بسهوله، فتمتد اكستنشن جوا، تروح من هاي الجهه وهاي الجهه هيجي تمتد فتسوي بيس، تمام؟ فراح يكون الاندرلاينج دنتين جوا هاي المناطق مال الانامول، الانامول طبعا يصير بي كاريز وديستركشن داك، فهاي راح يصير تشولكي وايت، لونها ابيض مثل الطباشير. هاي البيت اند فيشر كاريز. عندنا الثاني شنو هو؟ السموث سيرفيس كاريز. خلينا نشوف هذا طلاب صورة للسموث سيرفيس كاريز، يعني الكاريز يصير على السموث سيرفيس، هذا سطح الأملس للأسنان مثلا الليبيال سيرفيس، طبعا عدا اللي بيهن بوكال بيت، يعني مثلا هاي المولرز اللي عندهم بوكال بيت ما لنا علاقة بهن، لا هذا السيرفيس اللي هنا سموث سيرفيس، يعني كاريز يصير بالسموث سيرفيس ما له علاقة بالبيت اند فيشر كاريز. ويعني عادة هذا وين يصير؟ يصير بالبروكسيمال سيرفيس. أنا هنا أنا جبت لكم كاريز للليبيال سيرفيس موجود، لكن هو بالعادة وين يصير؟ يصير بالبروكسيمال سيرفيس. يعني هنا عندنا كونتاكت أريا بين الديستال والميجيال سيرفيسز، هاي بروكسيمال سيرفيسز، هنا أتاتش كونتاكت أريا، يصير جواهم بهاي المنطقة اللي يتجمع بها كوميوليشن أوف فود والبلاك، يصير السموث سيرفيس كاريز هنا يصير بيناتهم. لو ان خلال هاي العمليه احد الاسنان صار عنده ميسنج، يعني نفرض انه هنا بادي عندنا سموث سيرفيس كاريز وهذا السنس ميسنج لاي سبب، فممكن يصير ريمينراليزيشن لهذا الكاريز اللي موجود هنا، يعني ما يستمر بالكاريز لان فقد هاي المنطقه اللي كانت تتجمع بها، فال التوازن اختل، يعني ضد صالح الكاريز، بعد ما يصير بروجريشن إلى فيصير ريمينراليزيشن لهاي المنطقة اللي تكون، فينتهي الكاريز، يعني يصير ريمينراليزيشن وينتهي. طبعا هو أيضا يكون well demarcated chalky white، شكله مثل يعني الطباشير الابيض. النوع الثالث السمنتال اور الروت كاريز، هذا شو وقت يصير؟ من يصير عندنا جنجايفر ريسيجن، من الجنجيفا تنزل. هذا طلاب شوف، يعني انتم اذا تذكرون عندنا الاناتوميكال كراون، شنو الاناتوميكال كراون؟ هو البارت اوف توث which is covered with enamel، يعني هذا جزء السن اللي يغطى بيمن بالإنامول، هذا الاناتوميكال. الكلينيكال كراون شنو part of tooth which is visible when بالأورال كافيتي، اللي هو نشوفه بالأورال كافيتي، واللي هو normally الجنجيفا جاية لي هنا، يعني covered gingival، يعني dentino enamel junction هيجي جاية، يعني ما صاير، يعني السمنتوم مو visible بالأورال كافيتي، السمنتوم وتكون مغطاية بالجنجيفا، الجنجيفا هنا مستواها فوق مستواها. لأي سبب إن كان، من صار عندنا جنجايفر ريسيجن، من الجنجيفا نزلت طبعا، والبون أيضا صار بيرزوبشن لأن كان هنا أكو بون ليفل مالته، فمن نزلت الجنجيفا نزل البون، فش صار عندنا هنا؟ السمنتوم صارت فيزيبل، فصار الكلينيكال كراون هنا لارجر ذان اناتوميكال كراون، بينما هو بالوضع الطبيعي لازم يكون الاناتوميكال كراون هو لارجر ذان كلينيكال كراون. فهاي هنا صارت السمنتوم، هاي تكون معرضه للاورال كافيتي ومعرضه للبكتيريا ومعرضه للاسيد ومعرضه لعمليه يعني الكاريز فورميشن، فراح يصير بها كاريز، هذا الكاريز. فش نسمي هذا الكاريز كلينيكالي؟ شن صنفه؟ نقول عنه روت كاريز او نقول عنه سيمنتال كاريز.
طبعا هذا لو تلاحظون هنا يكون شكله مثل السوسر لايك شيب، شلون شكل يعني مثل المتعارف عندنا، يعني الماعون هيك، الطاسة اللي انه هذا شكله هيك، يعني يختلف عن السموث سيرفس اللي موجود هنا بسبب الديفرنس بالكومبوزيشن بتوين السمنتوم والانامور. النوع الاخير according to site of attack هو الريكرنت كاريز. شنو الريكرنت كاريز؟ عندنا فولينج، هاي الفولينج اللي صار على البوردر مالتها كاريز، هذا يسموه ريكرنت كاريز. يعني هاي سابقا مسوين يعني اول فيتنج كاب فولينج، يعني هاي فد فولينج هي تكون اول فيتنج، ما يعني حوافها غير مو صحيحه، ما صاير فيتنج صحيح لهذا البوردر بين الفولينج والتوث. فهذا هنا ايش راح يتكون عندنا بسبب انه وجود هذا المايك مايكرو سبيس اور مايكرو ليكج، راح يكون هذا من خلاله تدخل البكتيريا والفلويد، فراح يتكون عندنا شنو هذا كاريز صاير بصف هنا الفولينج بينها وبين السن. فهذا شو نسميه؟ نسميه ريكرنت، يعني الراجع العائد كذا هيك، فيعني الجديد يتكون هنا، فهو يكون شكله كلينيكالي بين الحشوه موجوده والسن. هاي انواع الكاريز من ناحيه السايت اوف اتاك. هنا راح نجي كلاسيفيكيشن باي ريت اوف اتاك، يعني خلينا نقول بقابليه الاتاك مالته، بنسبه الاتاك، بشراسه الكاريز، يعني هذا الكاريز اللي صار الهجوم مالته شنو نوعه؟ هجوم عنيف، هجوم سريع، لو هجوم اعتيادي هيجي. فهنا راح يصير عندنا تصنيف جديد، يعني طلاب ذاك حسب السايت اوف اتاك، هنا حسب الريت. يعني مثلا الفشر والبيت هو تقسيم حسب المكان، لكن هاي الفشر والبيت ممكن تكون رامبانت، ممكن تكون كرونيك، ممكن تكون ارستد. يعني ممكن الكاريز اللي موجود بالبيت والفشر يكون هذا من النوع الشرس اور اكيوت كاريز، او ممكن يكون من النوع شنو الكرونيك كاريز اور سلولي بروجريسيف، يعني ممكن يتكون بصوره بطيئه. وممكن هذا البيت اند فيشر شي يكون ارستد كاريز، يكون كاريز خامل ومتوقف. نجي للسموث سيرفيس، هذا السموث سيرفيس اللي قسمناه قبل شويه ممكن يكون رامبنت اكيوت، ممكن يكون كرونيك سلولي بروجريسيف، ممكن يكون ارستد وهكذا. فهذا التصنيف مو تصنيف يعني معزول عن ذاك، لا، ذاك تصنيف شملهن كلهن حسب الموقع، هذا التصنيف يشملهن كلهن ولكن حسب شنو الريت اوف اتاك. هذا الرامبنت كاريز، طبعا الرامبنت اور اكيوت كاريز هو يكون رابيدلي بروجريسنج كاريز، يصير انفولفينج الشنو ماني اوف اول اور ذا اربتد تيث، all of the erupted teeth، يعني الاسنان اللي ظاهره عندنا. طبعا هنا هو ما شاملهن كلهن، ولكن هو اذا تلاحظون انه هذا الكاريز اللي هو يعني يظهر نفس الشيء، تلاحظونه نفس الشيء تقريبا، هذا هجم على هاي الاسنان اربعتهم، هجوم سريع وهجوم يعني قوي مباغت. فهذا كاريز مو اوردينري كاريز اللي هو يكون سلولي بروجريسيف، لا، هذا رامبنت راسا صار، رأسا صار هجوم حاد جدا، وصار مثل ما تلاحظون هنا بهاي الصورة. طبعا هو يكون رابط كورونال ديستركشن يسبب له، هذا الجزء من الكورونال بارت يكون رابط ديستركشن، وايرلي انفولفمنت للبالب. وطبعا هذا اكر مينلي وين بالتشلدرن، يعني اذا تلاحظون هسه انتم هاي الاسنان شنو هي بيرمننت لو ديسيوس، لو تشوفوها تلقون نظره سريعه لها راح تشوفون هاي السنترال وهذا الكيناين وهاي المولرز، راح تستنتجون انه هاي ديسيوس تيث، برايمري تيث، مولك تيث، اسنان لبنيه. فهو موجود عاده الرامبنت تلاحظوه بالاطفال، يجي طفل تشوفه انه اسنانه كلها متاكله
ويقول لك هاي بسرعه دكتور شو اسنانه بسرعه اكلت وكذا. فهو هذا الرامبنت عاده موجود مثل ما تلاحظون هاي الكرونيك كاريز اور سلولي بروجريسيف. طبعا هو هذا الاوردينري تايب الكاريز الاعتيادي الطبيعي اللي هو مو الرامبنت، هذا الكاريز اللي يتكون اللي شرحنا عليه واللي احنا نتعامل وياه. طبعا هو يكون ديفلوب سلولي، هذا يعني انا ما جبت لكم صوره له، هذا الارستد يعني كاريز، خلينا نقول هذا النوع هذا الكاريز، هذا اللي يكون كرونيك كاريز. طبعا هذا يكون سلولي بروجريسيف يعني ينمو بصوره بطيئه، وبصوره هو هذا الاوردينري كاريز، ويصير دامجينج بالاولد ايج اور يعني نقول يستغرق تايم يعني مو من البدايه يعني من يتقدم بالعمر بروجريسيف يصير بالايج راح يبدي يصير عنده الكاريز يعني راح تبدي تطلع اثاره يعني باعمار العشرينات الثلاثينات راح تبدي يصير عنده هذا الكاريز يعني استغرق وقت يلا صار عنده. فهذا هو الاوردينري تايب النوع الاعتيادي او كرونيك كاريز. النوع الثالث اللي هو الكلاسيفيكيشن حسب الريت اوف اتاك هو الارستد كاريز، هذا اللي الصوره مالته ارستد كاريز، هذا الارستد كاريز، هذا الكاريز راح يكون كاريز خامل. وعاده هذا الكاريز وين يكون؟ بالبروكسيمال سيرفيس، من قلت لكم قبل شويه يعني بين الادجيسنت توث من يصير بيناتهم جوا الكونتاكت اريا يتكون عندنا سموث سيرفيس كاريز. فاذا احد الاسنان يعني فقدناه لاي سبب فيصير ريمينراليزيشن. يعني طلاب تخيلوا هذا الكاريز بدا يتكون بالبدايه كاريز اعتيادي، شلون يعني هنا هذا بدا يتكون كاريز، بعدين صار ريمينراليزيشن اعاده معادن اليه بسبب نوع الاكل بسبب السلايفا لاي سبب. لو تاخذون الدنتال بروب وتسوون سكراتشنج لهاي الاريا اللي هنا تمشون الدنتال بروب على هاي المنطقه راح تلقوها سموث سيرفيس وكانما هي انامل وكانما هي دنتين وهي هارد سيرفيس مو سموث. تمشوها لهنا هي هارد سيرفيس، هذا بس لونه متغير بس صاير فرق باللون وتشوفون انه هو شنو هارد سيرفيس. فسموث سيرفيس وهارد يمشي هو هذا الارستد كاريز، كاريز هو بيكون متوقف. هاي الكلاسيفيكيشن اوف دنتال كاريز اكوردنج تو ذا ريت اوف اتاك. راح نجي لموضوع مهم اخر هو الهيستوباثولوجي اوف انامول كاريز. حتى نعرف الهيستوباثولوجي اوف انامول كاريز لازم ناخذ الانامول ونسوي لها سكشننج ونسوي لها دايجنوسيس اندر مايكروسكوب. وهنا بهالحاله البايوبسي يعني الطريقه اللي راح نستعملها الهاي سكشننج اللي هو جراوند سكشن، لان اذا استعملنا ديمينرالايز سكشن فالانامول راح يصير بها كومبليت ديستركشن راح تتحطم بصوره كامله تقريبا. فالجراوند سكشن باستعمال سبيشال تكنيكس راح نقدر نحصل على الـ يعني النورمال تكستشر اوف انامول اند اتس كاريز، تركيبها الطبيعي وتركيب الكاريز مالتها، وراح نسوي لها دايجنوسيس ونشيكها وحتى نعرف شنو الهيستوباثولوجي شنو تركيبه من ناحيه هيستوباثولوجي للانامول كاريز. الانامول كاريز يكون هو وايت سبوت ليجن عاده ان سموث سيرفيس بهاي الاسطح السموث. انامول كاريز از كون شيد، هسه مثل ما هذا راح تلاحظون بهذا الرسم يكون كون شيد. يعني شنو كون شيبد؟ يعني هذا البيس مالته هاي القاعده مالته لهنا وكل ما يتقدم لهنا تقل. ذا
The shape is modified in bit and fissure. بالبت والفشر راح يختلف بسبب أنه البريزم الدايركشن مال البريزم يختلف بيها. Okay. With the base of cone towards the amyloid antennal junction راح تكون بالعكس. هسه أوضح لكم إياها. This depends on the direction of enamel prisms. خلينا نوضح هاي بالطريقة. طلاب أعزائي. هذا السموث سيرفيس كاريز يعني هذا الاورال كافيتي هذا الاوتسايد هذا السطح الخارجي يبدي من هنا سطح السن هاي انامل بالسموث سيرفيس كاريز اجت البكتيريا سوت بلاك هنا وقامت تشتغل تسوي كاريز كل ما تتقدم البكتيريا للطبقات الداخليه ديب شي يصير بالكاريز البيس مالته تقل يعني هنا البيس تشوفوها يعني تكون برود بيس هاي القاعدة بعدين تقل البيس فيصير شكلها كون يعني شلون المخروط لأن هذا 3 هسه احنا 2 دايمنشن بس هو 3 دايمنشن يعني هو جاي منا وهيجي فهاي هنا تخيلوا شكلها سيركل دائرة من تقدمنا الدائرة قلت الدائرة قلت الدائرة قلت إلى أن وصلنا هنا تب هذا بالسموث سيرفيس كاريز بناحية البيت أند فيشر تصير بالعكس شلون يعني بالعكس؟ يعني أكو هنا عندنا بيت أو فيشر هنا موجود بهاي المنطقة أنا ما حطيت لكم صورة يعني بيت أند فيشر هنا يصير هذا تعرفوا البيت والفيشر ما يحتاج نشرحه من تدخل البكتيريا وتبدأ تسوي كاريز البرزم اتجاهها يختلف فيبدي تتوسع هنا الكاريز يعني يقوم الكاريز هيك يمشي بالعكس يقوم هيك يتوسع يزداد منها يتوسع هيجي وتكون البيس مالته هنا بالعكس يعني البيس مالته باتجاه الدنتينو انامل جنكشن او الاميلو دنتين جنكشن عكس هاي السموث سيرفيس كيس شنو السبب شنو الكوز اللي خلى انه هاي اتجاهها شنو اللي خلى السبب انه تختلف السبب انه اتجاه البريزم هاي البريزم اللي تكون الانامل اتجاهها يختلف بين السموث سيرفيس وبين البيت اند فيشر طبعا بيفور ديستركشن اوف انامول قبل ما تتحطم الانامول قبل ما تتكسر ليش تتحطم الانامول اشرح لكم اياها هاي شويه قلنا هذا تبدي منها البكتيريا تكون كاريز وقام يمشي الكاريز هيك يمشي 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 فهذا يظل يتوسع يدخل بعدين بسبب الفورس بسبب ما تحسون لان هاي الطبقة كلها تنتهي تنكسر فرأسا تصير الكافيتي تطلع الحفرة هاي الحفرة اللي موجودة هنا فقبل ما ينكسر هذا وقبل ما تصير هاي الكافيتي والحفرة الموجودة لو ناخذ الإنامور ونفحصها راح نلقى مكونة من الطبقات التالية أو الزون التالية طبقات واضحة ومميزة Several zones can be distinguished in ground section مثل ما قلت لكم مو بالديمينرالايز سكشن هذا اللي ينزل من المعادن لا بالجراوند يعني الانامول نفسها هاي الانامول نفسها ناخذها ونسويها thin surface ونفحصها under microscope راح نشوف هاي الطبقات الطبقة الأولى الترانسلوسنت زون شو تكون هاي تكون more porous than normal enamel and contain 1% by volume طبعا more spaces in this demineralization has taken place اللي هو طبعا magnesium and carbonate are dissolved شنو هاي طلاب اعزائي طلاب نبدي بهاي الطبقه اللي هي normal enamel هاي بعد ما جايها اي caries هاي normal اول طبقه بصف النورمال طبعا البكتيريا هي بدت منها تشتغل فأول طبقة صارت أول تأثير شنو سميناه Translucent Zone هاي Translucent Zone راح يكون بيها Porous يكون بيها ثقوب يكون بيها فراغات أكثر من هاي الطبقة يعني مو أكثر هي تكون 1% يعني تكون 1% هاي الثقوب الموجودة بيها شقد 1% بينما هنا تكون 1 بالألف تقريبا يعني 0.1% porous by volume هنا ايش قد صارت
one percentage يعني العفو هنا واحد بالعشرة تقريبا هنا واحد بالألف هنا واحد بالمية 0.1 هنا 1% فهي سميناها الطبقة translucent زون فصار dissolved بمن بالمينرال الموجودة بها الكربونات والفوسفيت هاي إزالة المعادن الموجودة بها فصارت translucent زون الدارك زون الطبقة اللي بصفها contained in 2 to 4% by volume of pores. Some remineralization happens due to re-precipitation of minerals lost from translucent zone. يعني شنو هذا اللي قاعد يصير عندنا؟ هاي الزون اللي هنا الموجودة هاي مو هاي، هاي ما لنا علاقة بها. هاي الزون اللي موجودة هنا اسمها دارك زون. هاي الدارك زون هنا مو يصير ديمينراليزيشن ناخذ بعض المعادن، هاي المعادن من نسوي ديمينراليزيشن ما تروح للنورمال انامل، راح تجي لهنا للاوتسايد. فهاي الطبقة تاخذ من هاي المعادن فأيضا يصير بها ريبريسيبيتيشن إعادة ترسيب للمعادن فهاي الطبقة طبعا يكون البورس اللي بيها الثقوب الموجودة بيها أكثر من هاي الطبقة تقريبا بحوالي شقد يعني يعني من 2 إلى 4% أكثر من هاي الطبقة هاي شو نسميها الدارك زون هاي الدارك زون هاي الموجودة الدارك زون صايرة وين يم الترانسليوسنت زون البودي اوف ذا ليجن هو يعني هذا يعني الليجن الكاريز يعني يقصد البور فوليوم اللي موجوده به من 5 الى 25% نسبتها جدا عاليه هاي اللي موجوده عندنا هذا نرجع للرسم هذا البودي اوف ليجن اللي يكون الـ يعني البورس اللي بي عالية توصل إلى 25% السيرفيس زون هسه راح نتحدث عن السيرفيس زون طبعا السيرفيس زون يعني عكس تصوراتنا احنا نتصور انه يعني هي نفس البادي اوف ليجن لا هي ريمين ريليتيفلي نورمال تقريبا تكون نورمال ديسبايت سب سيرفيس لوس اوف مينرال رغم انه هذا فقدان المعادن اللي يصير بالسيرفيس ليش شنو السبب اللي هي تقريبا تبقى طبيعيه بيكوز ات از ان اريا اوف اكتيف ريبريسيبيتيشن اوف مينرال درايفد بوث منين from black and from the dissolve طبعا underlying dissolve area اللي هي من translucent zone ومن dark zone من body of lesion from deeper area of lesion as ions diffuse outwards نرجع للرسم حتى تكون عندنا صورة واضحة هاي طلاب النورمال enamel من يصير بيها dissolve للمينرال والايونز الايونز قلنا تطلع للاوتسايد اكو هنا هاي اللاير اخذت من عندها سوت ريبريسيبيتيشن سميناها الدارك زون وهذا البادي اوف ليجن طلعت بعد طبعا مينرال اكثر فهاي هنا الطبقه راح تاخذ مينرال من جهتين من جهه البلاك اللي هي هنا هذا السطح طبعا بكتيريا كونه بلاك هنا عليه لان هذا البلاك ايضا راح يجمع مينرال وايونز ومنها هذا اللي قاعد يجي من الاندرلاينج سيرفيس يروح للاوتورد هاي الايونز تطلع هيجي فيصير هنا ريبريسيبيتيشن اعاده معادن قد يعني يسال احد الطلاب يقول خلاص دكتور اذا ماكو مشكله هاي الايونز اللي قاعد تطلع من هاي الاندرلاينج اريا قاعد يصير بها هنا ريبريسيبيتيشن وانحلت المشكله ماكو مشكلة بعد انحلت وأوكي هي هاي صار سيلف ليميتد هي عالجت نفسها بنفسها وهاي صارت نورمال لا هاي المنطقة تكون ثين
وهاي الثن وبرتل عالية ما تتحمل الفورسز، لذلك في مرحلة معينة هاي راح يصير بها بريك داون، راح تتحطم تحت هاي الفورس وراح تظهر عندنا الكافيتي، يظهر عندنا البادي اوف ليجن، هذا يظهر عندنا بهاي الطريقة البادي اوف ليجن، فيتكون عندنا الكافيتي. إن شاء الله ما بقى شيء طلاب، راح نكمل محاضرتنا. بالنسبة لل راح نتحدث عن الهيستوباثولوجي أوف دنتين كاريز. أيضا هذا الدنتين كاريز نقدر نقسمه مثل ما تلاحظون هنا إلى زونز، بس نجي نشرح لكم على الرسم، أنا أعتقد أخذت أكثر من صورة. أي أول طبقة من ناحية الهيستوباثولوجي أوف دنتين كاريز هي الزون أوف سكلروسيس. شو تكون هاي المنطقة السكلروسيس؟ يعني طبقة يعني هي قوية، طبقة صلبة. تكون أيضا ترانسليوسنت زون is located beneath and at the side of carious lesion and it's regarded as a vital reaction of odontoblasts to irritation. هلا أعطيكم فكرة عن الموضوع. أعزائي الطلاب، هذا هو البالب، هذا هو البالب. الأودونتوبلاست تكون بهالشكل موجودة هنا، يعني بالسيرفيس، يعني بتوين الدنتين وبتوين البالب تشو، شنو موجود؟ موجود عندنا الأودونتوبلاست. هاي الأودونتوبلاست اللي هي كانت تتكون دنتين، formation of dentine، وتتجه pulpward، باتجاه البالب هيك تتجه وتتقدم فتصنع دنتين، هذا يعني مستمرة، هذا السكندري دنتين، يعني primary dentine before tooth eruption قبل ما يطلع السن، بعدين secondary dentine من صار eruption تبدي يعني تبقى تصنع الدنتين secondary dentine. تمام؟ هاي الأودونتوبلاست بسبب أنه هي عندها دنتينال، يعني أودونتوبلاستيك بروسس ضمن الدنتينال تيوبيولز، يعني هنا الدنتين بي دنتينال تيوبيولز هيك صايرات، يعني ممتدات أنابيب مستمرة تربط الأودونتوبلاست بالدنتين ككل. وش بيها هاي الدنتينال تيوبيولز بداخلها؟ شنو موجود؟ موجود الأودونتوبلاستيك بروسس اللي هي بروتوبلازميك بروسس بروجكشن. منين؟ من الاودونتوبلاست، هي اجزاء حيه من الاودونتوبلاست. طلاب اي شيء قاعد احكي ما موجود عندكم بالمحاضره غير مطالبين به، ولكن حتى تفهمون الفكره. فهاي الاجزاء الحيه البروتوبلازميك بروسس من راح تواجه كاريز اجتها او بكتيريا بايونير بكتيريا راح تدز سيجنالينج، تدز اشارات للاودونتوبلاست الموجوده هنا. الأودونتوبلاست راح تسوي ريسبونس، استجابة لهاي المحفزات اللي اجتها. فش راح تسوي؟ راح تسوي زون اللي هي شو اسمها اوف دنتينال سكلروسيس، يعني راح تعطي معادن وحتى تسوي طبقة حمائية. شلون تبني جدار هنا؟ تبني جدار. فهذا يعتبر أول طبقة من الكاريز، لأن هو نشأ بسبب الكاريز، هو نشأ بسبب الكاريز، فصارت هاي الطبقة اللي هي طبعاً هو يعتبر vital reaction. ليش؟ لأن هو من الأودونتوبلاست irritation. فنرجع للرسم، أول طبقة هنا هاي zone of dentinal sclerosis، هاي اللي موجودة هنا، يعني هاي نتيجة تفاعل الأودونتوبلاست ويا هذا الكاريز اللي إجاه. Zone of demineralization. The intertubular matrix is mainly affected by acid diffusing from bionair bacteria. شنو معنى هذا الأسيد؟ أعزائي الطلاب، هاي المنطقة اللي صار يعني الدنتين decomposition، يعني هسا أنا أضطر أشرح منها حتى توصلكم الفكرة مال هاي المنطقة الديكالسيفايد.
هاي البكتيريا الموجودة هنا اللي هي الكمية الكبيرة والاعتيادية، راح أكو بكتيريا بيها تختلف، بكتيريا قوية، بكتيريا يعني موجودة هنا راح تتقدم. هاي البكتيريا تتقدم بايونير بكتيريا، البكتيريا المكتشفة، البكتيريا المتقدمة. هاي البايونير بكتيريا اللي موجودة هنا راح تسوي ديكالسيفيكيشن لهاي المنطقة، فمن تسوي لها ديكالسيفيكيشن تصير هاي زون اوف ديمينراليزيشن. احنا ايش قلنا قبل شوية؟ قلنا هذا الدنتين بالاصل، يعني هذا الطبيعي هسه الموجود هنا، اكو دنتينال تيوبيولز ممتد من البالب لكل الدنتين. ايش موجود بهذا بنص هذا الدنتينال تيوبيولز؟ موجودة اودونتوبلاستيك بروسس. اكو هنا دنتينال تيوبيول، واكو هنا واحد دنتينال، واكو واحد. شنو الموجود بيناتهم؟ موجود الانتر تيوبيولر دنتين، يعني هو الدنتين اللي ما بين هاي التيوبيولز، هاي الانابيب، انابيب ممتدة، اكو بيناتهم ماتريكس دنتين. فهاي البايونير بكتيريا اللي اجت من هاي المنطقة وتقدمت راح تسوي ديسولف لهذا الانتر تيوبيولر دنتين اللي موجود بين الدنتينال تيوبيولز. هاي راح يصير زون اوف دي مينراليزيشن، هاي اول هجوم. وقبل شوية احنا شرحنا كنا هاي ترانسليوسنت زون اللي هو السكليروسيس، لان هاي البايونير بكتيريا هجمت، اجت منا وهجمت وسوت دي مينراليزيشن، فهاي الاودونتوبلاستيك بروسيس اللي هي صايره داخل الدنتينال تيوبيولز تحسست، صار عندها اريتيشن، وفهاي الخلايا يعني اعطتها اعازات انه سوت هنا سكليروسيس، طبقه حمائيه. فهاي تعتبر الطبقه اول شيء سكليروسيس مثل ما شرحنا، هو الوحده او ترانسليوسنت، وهاي الطبقة شنية دي كالسيفايد زون أو ديمينراليز زون. زون أوف بكتيريال إنفيجن، طبقة القبلهم الثالثة، the bacteria extend down and multiply within the dentinal tubules. طبعا the walls of tubules are softened and distended by proteolytic activity and multiplying bacteria resulting in areas of liquefaction foci parallel to the direction of tubules. شنو هذا معنى أعزائي الطلاب؟ هاي البكتيريا يعني هاي decalcified، هاي decalcified وهنا السكليروسيس، وهاي المنطقة هنا zone of bacterial invasion. طبعا هذا decomposition، هذا متحلل منتهي. البكتيريا اللي راح تجي من هاي المنطقة وراح تدخل ضمن الدنتينال تيوبيولز، ليش دخلت ضمن الدنتينال تيوبيولز؟ ليش ما مشت بين التيوبيولز؟ يعني ما احنا قلنا اكو دنتينال تيوبيولز، واكو هذا بصف دنتينال تيوبيولز، واكو بيناتهم انتر تيوبيولر دنتين، ليش هاي البكتيريا قامت تخترق ضمن الدنتينال تيوبيولز؟ لان هي منطقه ويك، لان بيها اودونتوبلاستيك بروسس، بيها بروتوبلازم، فمن خلالها تدخل. بينما الانتر تيوبيولر ماتريكس اور زون هي عباره عن mineralized، يعني عبارة عن معادن بيها، فما ممكن أنه هاي البكتيريا بسهولة تخترق هاي المنطقة. هي تسوي لها dissolved، والبايونير تسوي لها dissolved، بس مو بسهولة هي تخترق، فهي تخترق dentinal tubules، يعني تمشي ضمن التيوبيولز، داخل التيوبيولز. فمن تمشي داخل التيوبيولز راح تسوي proteolytic activity، مثل ما عرفتوا أنه هي داير ما دايرها أكل، وقلنا الانترا تيوبولار واكو انترا تيوبولار دنتين، يعني الدنتين اللي يغلف اللي يشكل التيوبولز، مو اللي بيناتهم، لا هو الغلاف مال التيوبولز. فهاي راح تسوي له ديمينراليزيشن بروتيولايتك، يعني راح تاكله وتسوي اسيد، فيصير فوسا، يعني شلون يعني بسبب هاي التيوبولز يصير بها ديستندد، يعني تتضخم وتصير بها أجزاء أو يعني انتفاخات، صار بها انتفاخات. بسبب شنو؟ بسبب أنه هاي البكتيريا قاعد تنقسم وقاعد تسوي بروتيوليتيك اكتيفيتي، قاعد تأكل التيوبيولز، فالتيوبيولز من يتأكل الدنتين الدائر ما دائرة، ومن يصير بداخله ضغط بسبب تكاثر البكتيريا، ايش راح يصير بيه؟ ديستندد طبيعي، راح يعني تخيلوا أكو يعني فد يعني أنبوب جدار قوي، وبنصه بكتيريا تجي تقوم تاكل الجدار، فيصير الجدار ثن، وبنفس الوقت البكتيريا يزيد حجمها وتضغط على الجدار، فايش راح يصير بالجدار؟
راح يتمدد للخارج ويصير تطلع من عنده حويصلات. هاي شنو هو zone of bacterial invasion. ويصير liquefaction foci parallel to the direction of tubules. يعني يصير هو liquefaction يعني شلون سوائل، يعني هو هذا النكروسز مثل السوائل، مثل يعني تكون الباص مثل الـ H، يعني liquefaction فتشي سوائل تضغط بسبب أنه البكتيريا تهضم مواد وتكون مواد وتتقاسم، يعني proliferation يصير بيها فيصير liquefaction وتكون parallel ويا اتجاهها. يعني هاي تخيلوا لو أن هذا التوبيول سي تجاي فل تكون parallel ويا مو perpendicular. Zone of destruction طبعا الليكوفاكشن فوساي هنا ايش راح يصير بها؟ راح يصير بها انلارج وانكريز ان نمبر وتزيد. الكليفت كونتيننج بكتيريا اند نيكروتيك تيشو also appear at right angle to the dentinal tubules which is called transverse cleft. يعني هاي يا طلاب بالزون اوف ديكومبوزيشن، هاي طبعا هنا اكيد راح يزيد البروتيوليتيك اكتيفيتي والبروليفريشن، فهاي الحويصلات اللي قلنا عليها راح تزيد بعددها وراح تتكون كليفت، يعني راح الجدار شي يصير بيه؟ يصير بيه تشقق. يعني هنا الجدار مال الدنتينال تيوبيولز صار سوفند، يعني صار ضعيف واكلت البكتيريا وصار ضغط عليه فتكونت عندنا فوساي حويصلات. فهنا بهاي المراحل المتقدمة هاي الفوساي زادت بالنمبر مالتها وتكونين كليفتينج، يعني صارت شقوق، تشقق الجدار تشقق فصارت كليفت. فهاي الكليفت طبعا ايش راح تكون؟ also appear at right angle to the internal tubules called transverse cleft. يكون الكليفت يعني شكله ترانسفيرس، مو يعني لو ان الدنتينال تيوبولز موجود هنا فالكليفت هيك يصير بهاي الجهه والدنتينال تيوبولز ينتهي فينفتح للخارج هاي المنطقه. هذا رسم توضيحي اخر. هاي النكروتيك زون طبعا وهاي الكونتامينيتد زون هنا. هذا الدنتين انفكتد ديمينرالايزيشن، هاي اجت البايونير بكتيريا، وهاي الترانسليوسنت، وهنا السكلروسيس. هذا موضوع نتحدث عنه، موضوع مهم اخر هو يخص الدنتين، ما بقى عندنا شيء. والبروتكتيف رياكشن اوف دنتين اند بالب اندر كاريز، شنو اللي راح تسوي الاودونتوبلاستيك؟ الاودونتوبلاست واللي هي بعدها odontoblastic process ضمن الدنتينال تيوبولز، شلون راح تتفاعل مع هذا الكريز اللي قاعد يجي للدنتين؟ The reactions in dentine are mainly due to odontoblastic activity. طبعا هو بسبب الodontoblast هي تتفاعل. They are not specific and may be provoked by other irritants. Reactionary change in dentine develops significantly under slowly progressing caries by formation tertiary or irregular dentine. أشرح لكم إياها على الرسم أفضل. هاي الأودونتوبلاست طلاب اللي موجودة هنا بسبب أنه هذا الإرتنت الكاريز اللي قاعد يجي هنا وبسبب وجود الأودونتوبلاستيك بروسيس راح تتحفز وراح تبدي تكون سكلروسيس هنا، وأيضا تكون هنا طبقة من الدنتين التيرشيري دنتين، دنتين الثلاثي أو الارريجولار دنتين. هنا يعني بعدم وجود الارتنت كانت تكون دنتين طبيعي وتتقدم بصورة سلولي، بس لكن من يجي الارتنت إلها هاي تحفزت الخلايا اللي صايرة مقابل هجوم الدنتين attack of دنتين كاريز، فقامت تشتغل شكونت التيرشيري دنتين. Tertiary dentine or irregular. هو ليش يكون irregular؟ لأن سريع. فمن راح تصير سريع وحتى تواجه هذا الخطر dentinal tubules direction مالتها ما راح يكون مثل هذا بترتيب. dentinal tubules يعني direction مالتها يكون
مو غير منظم، يعني disorganized يكون بهاي المنطقة، فيكون هذا irregular dentine غير منظم، مو مثل هذا منظم الدايركشن مال الدنتانال تيوبولز، فهذا يكون response. طبعا هذا الريسبونس مو specific، يعني مو لأنه أكو كاريز وبكتيريا فهاي الأودونتوبلاست عرفت أنه هاي بكتيريا وراح تسوي لها شيء خاص بها، لا. أي irritant منها، لنفرض abrasion بسبب acid, attrition, erosion، العفو erosion بواسطة acid, abrasion بواسطة الاترشن بواسطة الأسنان، abrasion بواسطة أي شيء، أي ميكانيكال، يعني fat habit, tooth brushing، أي شيء. فقام هنا يصير عندنا irritant. هاي الأودونتوبلاست استشعرت أنه الخطر اللي موجود، فاشتغلت سوت أنه irregular dentine، فهذا يعتبر يعني نون سبيسيفيك، مو خاص كل من تسوي، لا هو اي ارتنت يجي هنا فيسوي لها بروفوك يحفزها وراح تنتج لي الدنتين، هذا اللي هو التيرشري دنتين اور ريجولار دنتين. اعزائي الطلاب، هاي محاضرتنا لهذا اليوم. إذا عندكم أي سؤال أي استفسار، بالنسبة لزميلكم علي عبد الأمير يقول محاضرة مطولة، لا هاي المحاضرة جدا مختصرة يعني، والحقيقة يعني كان ممكن تكون أكثر، يعني بيها مادة أكثر، ولكن أنا اختصرتها قدر الإمكان لكم، يعني تقدرون تطلعون يعني على منهاج بقية الكليات تشوفوها محاضرة، وهي تعتبر طبعا هاي محاضرتين، لأن البايوبسي ممكن أفصلها عن الدنتال كاريز، والدنتال كاريز محاضرة جدا مهمة، فهاي خلينا نعتبرها محاضرتين، والمحاضرات الجاية والمواضيع الجاية مهمة يعني طلاب، يعني ممكن تكون أكثر منها. بالنسبة للحضور الطلاب الدقيقة، بالنسبة للحضور في الحقيقة أنه أنا هاي أول مرة أستعمل هذا البرنامج، يعني هاي أول محاضرة أنا أعطيكم إياها باستعمال هذا البرنامج، فأكو عدة طرق أنه قالوا لأخذ الحضور، لكن أنا ما يعني ما مستعملها هاي الطريقة وما مسويها لحد الآن. فأني شنو أخذت حضوركم؟ أنه أني أسماءكم يعني أخذتها صورتها كلها أسماءكم، تمام؟ يعني هسه حتى هسه دقيقة واحدة طلاب أعزائي، شوفون هسه أنتم هاي أسماءكم والمحاضرة مسجلة، يعني هاي الطريقة هي طبعاً طريقة مو صحيحة، ويعني الطريقة الإلكترونية الصحيحة نقدر نعتبرها طريقة يعني مو طريقة الصحيحة لهذا البرنامج، ولكن هي هسه المتوفرة حالياً اللي استعملتها، فإن شاء الله المحاضرة تجي لا نستعمل طريقة أخرى. هاي طلاب يعني صارت أسماءكم واضحة وموجودة إن شاء الله بالتسجيل، أي صحيح أي على جوجل درايف، لكن أنا ما مسويها، عيني أمير ما مسوي هاي الفورم، إنه لازم أسوي فورم على جوجل درايف وكذا، فإن شاء الله من المحاضرات التجي راح يكون هو مثل ما أنت تفضلت، تمام؟ عيني أعزائي الطلاب، أكو عندكم سؤال يخص المحاضرة لهذا اليوم؟ أي استفسار؟ على كل حال حتى لا يعني استجد عندكم سؤال أو شيء، إن شاء الله نبقى نتواصل بيناتنا، تمام؟
أهلا أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب. يلا نشوفكم بخير إن شاء الله، أخذوا راحتكم، أنا راح أنهي هذا في أمان الله.